السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هو علاج الفشل في تعلم اي حاجة؟ تعال نشوف دعاء كده كلنا بندعيه كل يوم، الا وهو: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجهل. خلينا نركز على كلمة العجز والكسل. العجز ده ان انا مش قادر احقق الحاجة اللي انا عايزها، عاجز ان انا اعملها، فشلت ان انا اتعلم حاجة معينة. الكلمة اللي جنبها ايه على طول؟ هو كل كلمتين مرتبطين ببعض: الكسل. احنا مشكلة الواحد بيكسل، بيقول لا ده الحاجة دي كبيرة قوي. طب ايه الحل؟ برضو الحل علاج الكسل ان انت ما تكسلش، لا ما يعني ما استفدتش حاجة. الحل ان انت تبدأ تعمل حاجة صغيرة، تمام؟ يعني على سبيل المثال لو انت عندك هدف مثلا ان انت تحفظ 1000 كلمة، لا هتكسل وتعجز لا اقول انا هبدأ كل يوم كلمة، هبدأ كل يوم كلمة، تمام، هبدأ كل يوم كلمتين حسب قدراتك. انا بستخدم برنامج على الموبايل، وهتلاقي برامج كتيرة بتبدأ تسجل كل يوم كده، تعمل ايه تراك، هحط الرابط بتاعه اسفل الفيديو، تقول انا عملت الموضوع ده، عملت الموضوع ده. انا يعني مثلا ايه، هقرا كل يوم 3 4 صفحات من القرآن، كل يوم بيفكرك انت ما قريتش، فتروح عامل ايه، تقرا وتروح عامل ايه تشيك ان انت قريت، بيفكرك كل يوم انت ما قريتش اذكار الصباح والمساء، انت ما عملتش رياضة النهارده، انت غلطت في كذا، وهكذا. تتابع من نفسك وتعمل نفسك حاجه صغيره. لما تعمل نفسك هدف كبير ان انت تحفظ القران كله، بعد فتره العزيمه بتاعتك بتقل. فالحل ان انت تقسم، تقول كل يوم هحفظ 3 ايات، كل يوم هحفظ صفحه، صفحتين، حسب قدراتك. يعني كل واحد فينا ليه قدرات مختلفه. فالحل هو التجزئه، وان انا اخلي اهداف صغيره واتابع لنفسي كل يوم. ولو في يوم نسيت خلاص، تاني يوم اخد الحاجة مرتين. يعني مثلا انا قلت ان انا هقرا كل يوم صفحة، فالنهاردة ما قريتش، يبقى تاني يوم اقرا صفحتين. المفروض احفظ 3 4 كلمات، ما حفظتهمش، يبقى ضعف التاني يوم، وهكذا. بحيث ان الواحد ما يعني الهدف الكبير بتاعه مثلا يتحقق خلال السنة كلها، تمام؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.